الأطفال بيكرروا نفس الغلط كتير. أول حاجة لأن الطفل ما يعرفش إن ده غلط، ومهمتك إنك تعرفيه الصح والغلط. تاني حاجة لأن الغلط مرتبطش معاه بأذى. ابني وهو صغير كان مصمم يمسك أي حاجة سخنة، مهما حاول أفهمه وأبعدها عنه إن الحاجة دي سخنة مفيش فايدة، هي كبرت في دماغي هلسع نفسي. بس هو طبعا ما يعرفش إن هو كده هيتلسع أو هيسبب لنفسه أي أذى، لحد ما قررت في يوم أسيبه يتلسع. كانت كوباية شاي بس طبعا مش سخنة قوي، يدوب كده حاجة بسيطة يحس بحرارتها. وأول ما حس بحرارة قلت له إيه ده سخنة، فارتبط معايا الكلمة بالموقف. كل ما أقوله على حاجة إن هي سخنة يبعد عنها. أوقات الأطفال لما بيبقوا مش عارفين ده غلط ليه بيبقوا مصممين إن هم يعملوه. سيبوا الأطفال يجربوا ويكتشفوا الغلط ويتعلموا منه، طول ما اكتشفهم ده مفهوش أي أذى أو ضرر ليهم أو لأي حد. تالت حاجة لأن الغلط مرتبطش معاه بفكرة العقاب، والعقاب مش هيبقى من أول مرة زي ما قلنا في فيديو أساليب العقاب قبل كده. أول مرة هنفهمه إن ده غلط، تاني مرة إيه مش قلنا إن ده غلط، لو اتعمل تاني هيكون في عقاب، تالت مرة بقى هننفذ العقاب. طول ما الطفل بيعمل الغلط ومفيش عقاب هيفضل يعمل الغلط. رابع حاجة ضعف إدراك ووعي الطفل للغلط واللي ممكن يحصل بسببه. خامس حاجة إن الطفل ما بيبقاش عنده القدرة على السيطرة على تصرفاته ومشاعره، وده لأن مخ الطفل مش بيكتمل كله مرة واحدة. من أول الأجزاء اللي بتتكون في مخ الطفل هو الجزء السفلي من المخ، واللي بيبقى مسؤول عن المشاعر والانفعالات وحاجة الطفل للأكل والشرب والإحساس بالأمان. أما الجزء بقى المسؤول عن التحكم في المشاعر والانفعالات دي فبيتكون بعد سن 7 سنين تقريبا. انت متخيلة ان الطفل ما بيقدرش يتحكم في تصرفاته قبل سن 7 سنين؟ عشان كده بنقول دايما لازم تعليم الطفل الصح والغلط ترتبط معاه بالثواب والعقاب، واننا نحكي ليه قصة عن السلوك اللي عايزينه يتعلمه او السلوك اللي عايزينه يبعد عنه. وهتلاقوا في صندوق الوصف فيديو عن ازاي نعلم الطفل اي سلوك جيد او نبعده عن اي سلوك سيء من خلال الحكايات والقصص. الفيديو ده مهم جدا، ما تنسوش تشوفوه. احنا دورنا مهم جدا في التوجيه السليم، عرفته الصح والغلط، واننا نسيب ليه مساحة الاستكشاف بس مع مراقبة مننا.